مثلا حتى واحد يعترض من حيث بالسياسه دي مثلا يعني فحرت انا تخطي. يعني قلنا لعلنا نستفيد من مناقشاتهم. هذا اللي موضوع كنا تناولناه بالامس. ما السر في هذا العزوف يعني؟ سبحان الله. السر في هذا العزوف هو هذا. هذا شفته انا قبل يعني هذا حصل لي قبل ربع ولا خمس سنوات. تعرف الدورات نتاعي اللي نديرها كنت رايح الجيش. كي حبست في محطة البنزين واحد من طلبة العلم نعرفه يعني صبته جاي في السيارة نتاعه مع أهله جاي واجي للراحة والاستجمام. جلست أنا ننظر بيني وبين نفسي أنا كنت عارف بنزين جوا جزاه الله خير خلص لي البنزين هذا جزاه الله خير وبارك ربنا نسأل الله في ميزان حسناته. لكن كي انظرت للحياة وين وصلنا يعني الآن رانا نتدرج تدريجيا للعيش مثل ما يعيش الناس. يعني نتعبوا في العمل طيلة السنة عندنا شهر نتاع العطلة لازم نروح ونخرج البحر نجلس مع الأهل مع كذا. وهذا سبحان الله حتى بعد مدة سمعت خبر مثل هذا يشابه هذا في حد ذاته. يعني كان الأخ معاد معروف من المقربين لينا ونروحوا عنده احنا كي نديروا الجولة تاعنا. فإذا به يقول لي قالوا له فيه واحد من الدعاة أو جاي لهنا يعني لازم احنا نتعاون نجمع أموال ونخصه بكرة في منطقة جاي مع أهله يستريح. فالمو أخ معاد تعجب قال لي أنا نشوف أنت تجي مع عندنا هنا يعني ما يكفيش أنك في الحلقات أهلك مع أهلي في إعداد للإخوة طعام وغير هذا وهذا الراجل جاي يعني يستريح. فأنا لا أدري كيف يستريح وهذاك المجتمع في ذاك الوقت في ججل مسيب والشباب السلفي مسيب. يعني على الأقل سيدي في اليوم مجلس أو مجلسين مع الشباب لتربيتهم وتوجيههم وغير ذلك. فوجدت من خلال لما رأيت هذه الرؤية وجدت أن الانحراف وقعت ورانا سيرين في مسار نتاع كما نقول إحنا الكفار يعني عطلة وغير ذلك وراحة وغير ذلك. وهذا مشكلة عويصة جدا الآن. وهذا على أن الجماعة المسلمة والمسلمين وما وجدوا راحتهم في عبادة الله وفي طاعته. هذا الذي يظهر لي جليا يعني كأن راحة في هذا الخروج إلى البحر وهذه السياحة وغير هذا. ليست الراحة هي في القيام على الطاعة والدعوة إلى الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر أقدامه. مستحيل أن نصل إلى تلك المرتبة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. على الأقل ننحى منحا ما نستطيع القيام به من قيام على دعوة وتوجيه. وهذه الانحرافة تقريبا من قديم يعني انحرافة كنت لاحظتها في قبل سنوات. يعني بعض الإخوة زاروا بعض الإخوان سلفيين في جهات أخرى الأردن وغيرها والإمارات وغير هذا. فإذا به التوجه لم يصبح توجه علمي وإنما أصبح توجه مادي. يعني المؤلفات إذا ألفت تؤلف أولا على حسب مطلب صاحب المطبعة ثم تؤلف وتخرج من أجل الكسب. ولهذا تجد سبحان ربي العظيم هذا الكتاب السلفي الذي به دعوة الناس إلى هذا النهج السلفي هو من أغلى الكتب في الساحة. يعني غلا فاحش يعني. وإحنا نقول دعوة إذا كان دعوة لازم يكون أرخص كتاب ليكون في متناول الجميع في حد ذاته. فكانت الانحرافة يعني بهذه الصورة نحو الحياة والبذخ تاع الحياة في حد ذاتها. فأحدهم يقص لي قصة يقول أن أحدهم يعني باني الفيلا الباب الخارجي من الزجاج كم يسوى بمالنا نحن 120 مليون.
يقول في فترة الشيف الشتاء اشتد الباب، جات المرأة تدفع تفتح جاء هابط 120 مليون راح في حديدة. وهذا ما يجعلنا نقول أننا فيه انحرافة كبيرة عن الخط والمسار النبوي. من لا أطلب يعني ألم ما أقول من كل السلفيين أن يزهدوا في هذه الدنيا زهدا كليا، وإنما على الأقل يعني يكون قدوة لغيرهم من الناس في بيان حياتهم يعني التي يجب أن يعيشون عليها وغير هذا. لما ننظر إلى هذا وننظر بعد ذلك إلى قصة دخول عمر بن الخطاب على النبي لما آل من نسائه شهرا، ننظر أنه لما دخل إلى الغرفة التي فيها لم يجد في ذلك شيئا ما يملأ العين، كما قال ما يغض العين، فوجده نائم على حصير قد أثر في جنبه وعلى وسادة من ليف، وفي الخزائن في خزانته شيئين بسيطين هكذا أدم قديم حجاجهم. فلما رأى من حال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ونظر إلى تلك الحياة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على طاعة الله والدعوة إليه بكل ما في وسعه وجهده صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله في حقه لعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين، وأنزل قوله أتذهب نفسك حسرات عليهم، إلى غير ذلك من الآيات البينات فيها حرص النبي على قبول دعوة الناس. وهذا فكانت منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمر لفت إلى فارس والروم فقالوا له يا رسول الله، بكى عمر الخطاب ابتداء ثم قال له يا رسول الله إن فارس والروم لا يعبدون الله وقد وسع عليهم. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما زال على تلك الهيئة يعني وفي راحة تامة، إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فكانت نظرة تقريبا نظرة فريدة من نوعها، والناظر يعني إلى الهدي النبوي في هذه الحياة نجد أن لما دخل كعب بن عجرة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له وجده شاحب اللون، فقال له ما لي أراك شاحب اللون يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام ما دخل في جوفي ما يدخل في جوف كبد رب منذ 3 أيام. يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو من القرب من الله عز وجل. إيش حصل بعدها؟ يعني بعدها مباشرة خرج كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ووجد يهوديا يسقي للناس، فماذا فعل؟ ذهب فاستقى كل دلو بطمرة، فجاء بطمر وقدمه النبي فقال من أين لك هذا يا كعب؟ قال كذا وكذا فعلت. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كعب أتحبني؟ قال نعم يا رسول الله. قال في رواية يا كعب إن الفقر لمن يحبني أسرع من الماء من أعلى الجبل إلى معادنه، وفي رواية أخرى على ما أظن بالأمس التقريب كنت أتكلم عن الآل في هذا الموضوع في حد ذاته، فقالت في رواية أخرى قالت إن البلاء لمن يحبني أسرع من الماء إلى معادنه. لما ننظر إلى هذه الحياة وهذا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام من النبي ونجعل ميزان، ما نجي نقول نحن أن نكون مثله، يعني لهذا نجد نفسنا رانا عايشين حياة بضخ في ناعين في كذا، نجد لازم الآن إعادة نظر في حبنا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني نقول يعني ناظر لهذه النصوص ويحكمها في نفسه ويرى الحياة التي يعيشها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ربه فقال اللهم اجعل عيش آل محمد كفافة، يعني كفاف ما يكفيه لا زيادة على ذلك،
وهو يتقصد صلى الله عليه وآله وسلم هذا العيش. وبين ذلك عليه الصلاة والسلام من خلال عيشه مع أزواجه أرى عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، لما اجتمعنا وطالبنه بالنفقة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم جلس بينهن التسعة وهن أمامه وكل واحدة تطالب بالنفقة حتى دخل عليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابتداء، ثم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فوجدوه جالسا بين التسع النسوة ينكت بالعصا ويقول إنهن يطالبنني ما ليس عندي، يطالبنني ما ليس عندي. يعني هذا الأمر يعني لما كانت المرأة تريد أن تعيش الحياة التي تريدها هي، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعيش الحياة الذي هو يريدها، فطالبنه ما ليس عنده، يعني نزلت آية في القرآن تخيرهن بين الدنيا وزينتها ثم يمتعهن ويسرحهن، وبين الآخرة والعيش مع النبي تلك الحياة، أي الحياة هي اللي هي الحياة الزهد والاهتمام بالآخرة. يعني فاخترنا بعد ذلك ما اخترنا، ويتبين يعني كيف هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من خلال حديث بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما سئل عن نفقة النبي ومن كان يتولاها فبين له كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم من الحالة من الفاقة والاحتياج الشيء العظيم، يعني حتى أنه كان يستدين ليقضي حاجات الناس الذين يسلمون ويأتونه، هذا ليس له ما يأكل وهذا ليس له ما يلبس، فكان بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه يستدين، ثم كلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى عنه دينه. يعني حتى جاءه تاجر مشرك قالوا يا بلال لما تذهب عند الناس، فتعال عندي وأنا أكفيك مؤنة هذه القضية اللي أنت حاجة إليها، فكان يستدين منه ويأخذ على اطمئنان أنه إذا حل الأجل ولم يكن يسامحه، لأنه قال أنا في سعة، فالأمر كان بخلاف ذلك. فلما بقيت أربعة أيام جاء لبلال وقال له يا بلال كم بينك وبين الموعد؟ قالوا أربعة أيام. قالوا يا بلال إما أن تؤدي وإما سأعيدك إلى ما كنت عليه سابقا، يعني عبدا. فجاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله إن الرجل الذي نستدينه قال كذا وكذا، وأنا ليس لي ما أؤدي الدين، وأنت كذلك ليس لك ما تؤدي به الدين، فأنا عزمت كما قال هو رضي الله تعالى عنه وارضاه أن أخرج قبل الصبح إلى بعض قبائل العرب الذين أسلموا ويعيش معهم حتى يفتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدي الدين الذي عليه. فإذ به نام رضي الله تعالى عنه، ولما أصبح وأراد الخروج جاء يناديه مناد فيقول يا بلال إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك، فاستجاب فدخل فرأى أربع ركائب مناخات محملة، فدخل على النبي فقال قد جاء الله بما تؤدي به الدين، فأدى الدين الذي عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في موعده، وبقي من المال ما بقي، فقال النبي لبلال اكفنيه، يعني تصدق به واكفيني مؤنته. ماذا كان؟ فذهب بلال يتصدق، فلما جاءت صلاة العشاء قال هل كفيتني؟ قال ما زال منه شيء. في تلك الليلة ما بات النبي عند أهله وما زار أهله، بل بات في المسجد. لماذا؟ لأنه لا يدخل سيطالبنه وسيمعنا ما حضر، فأراد أن يعيشنا تلك الحياة التي يريد أن يعيش هو رضي عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه حياته. فلما كان من الغد فقال قد كفاك الله مؤنة المال الذي كان عندك، يعني شوف كيف عليه الصلاة والسلام كان يعيش يعني في حياته، فهذه حياته صلى الله عليه وسلم. فلما ننظر إلى هذه الحياة التي كان يريد أن يعيشها نجده كان يريد أن يعيش وهو من أقرب الناس لله،
وهو زاهد في هذه الدنيا إلى أبعد ما يكون، وهو على عقيدة وعلى إيمان أن الله لا يتركه ويخلفه ما تصدق به ويرزقه فيما هو في حاجة إليه، لأنه دعا ربه أن يكون عيش آل محمد كفافة، فكان الأمر كذلك. فإذا نظرنا إلى هذه الحياة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ننظر إلى حالنا، نجد علينا أن نعيد الحسابات وننظر مدى تأسينا به صلى الله عليه وآله وسلم في حياتنا العملية الدعوية، حتى نرى هل أصابنا ما أصابه، لأنه قال وهو يبين الذي يحبه، من الذي يحبه؟ الذي قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، الذي يحبه هو الذي يعيش على نهجه في الدعوة والطاعة والقيام وغير ذلك، لا في بذخ العيش والتوسع إلى أبعد ما يكون في هذه الحياة. إذن هذا هو الآن، يخلينا ننظر إلى حال اليوم المسلمين وإلى ما آلوا إليه، وهذا راجع أولا وأخيرا إلى أنهم تأثروا بالمجتمع الذين يعيشون فيه، وأصبح هذا أمر طبيعي، لأن هذا الإنسان إذا وجد في بيئة لابد أن يتأثر بها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدا جفا، من بدا جفا، وقال عليه سبحانه وتعالى وهو يذكر في معاملات والتأثر بها، قال وأن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإذا ثم قال إذا أنتم جلستم إنكم إذا مثلهم. إذن إذا الإنسان عاش في هذه البيئة ولم يربي نفسه على الحياة الإيمانية العملية النبوية سيكون مثلهم في الحياة، سيعيش هذه الحياة. مذكر في يوم من الأيام في كان مهجع أو منتزه جهة اللي رحنا له ذاك المرة، تذكر سيداني؟ تعت نفس جماعة طلبوا مني الحضور، فقلت لهم أنا إذا في مجالس علمية فميح مرحبا وهي على، وإذا كان مجرد راحة واستجمام فأنا هذه الحياة لا أريدها، ولو أن يعني حياة أبنائي وأهلي في الدعوة يعني نتعبهم ونخرجهم معي ولا يذهبوا إلى البحر ولا يذهبوا إلى التجوال، وإنما ما نتفسح به وأثناء تجوالنا في الطريق وجلوسنا مع بعضنا بعض في الطريق، فاشترط هذا الاشتراط. فإذا به لما كنا ثم جو مجموعة من الشباب ومنهم بعض طلبة العلم، الجماعة يطالبونني كيف أنتم لم تفعلوا في الدعوة شيئا، وهم لا يفعلون شيئا جالسين المحتجع هذا. فلما جلسنا وتكلمت على الدعوة والقيام عليها وغير هذا، ثم أنا مني الذهاب إلى البيت للعشاء، فإذا بهم يدخلوا واحد ما يسموها مسبح هذا، إيش نسمع؟ العياط طالكم تحب الكورة في هذه الأيام، والعياط والصخب وغير هذا. جلست نقول سبحان ربي العظيم، هؤلاء الذين كانوا يؤاخذونني على عدم قيام بالدعوة وليس ثمرة لعملي في حفل الساحة من طلبة علم وغير ذلك، والثمرة لماذا؟ لأنهم لا يحضرون الحلقات ولا يحكمون، فإذا بهم يعيشون تلك الحياة. إذن هم طلبة علم يعني، وبعض أخواننا معهم من الأثرياء وغيرهم عايشين هذه الحياة، تأثروا بالمجتمع الذي فيه. ليش؟ لأن الهمة التي من أجلها يعني تكون همة لهذه الدعوة والقيام عليها وغير هذا ماتت فينا في حد ذاتها. إذن لازم الآن من إعادة نظر والبحث عن السر في ذلك، والسر كلية وبحث ماذا؟ ما عرفنا قيمة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ثمة الراحة، وأن ثمة من أراد أن يستريح. رب يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإحنا نجعل أن ذهابنا إلى هذه المنتزهات وهذه الأشياء هي التي فيها الراحة. هنا أقول هذا، لو كان ذلك في الراحة لكان خصه لأعطاه الله لجميع الناس، لا يجعله في فئة من الناس. هذه الأيام الأخيرة يعني في رمضان أخ من الأخوة هتف لي كان في هذا المنتزه هذا،
قال لي شيخ العيد إذا أردت أن تأتي شوف شحال من يوم تريد الجلوس فقل لي عليك بالله مرحبا بك. فقلت كما قال ربيع للنبي صلى الله عليه وسلم ماله دعني أنظر في أمري، قلت أمهلني أنظر في أمري وأنا أعلم من نفسي أني ما أريد ماذا سأذهب أفعل لما نجلس بحر وغير هذه هنا ما جالس اللي جالس فيها العلمية وغيرها مع الإخوة ما أغيرها بأي شيء كان. قلت دعني أمهلني أنظر في أمري. فمرت الأيام وما قلت له يا فلان رايح ولا مش رايح وغير هذا، ومرت الأيام وما خرجت. فهذا ليش أقول أنا في هذا الوضع اللي رانا عايشينه واللي عايشاته الأمة المسلمة يعني حقيقة كما قال المولى جل ألهتنا الحياة الدنيا ومطالب هذه الحياة الدنيا والبحث عن الرغد العيش فيها، قلت ما ألهانا عن التفكر في الآخرة وفي الجنة وما أعد الله لنا فيها وفي النار وما فيها من عذاب الذي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ذاك هو همهم الوحيد ورؤيتهم الوحيدة هو النظر إلى الآخرة، ما فيش شيء واحد آخر، هو النظر إلى الآخرة ما فيش شيء واحد آخر عندهم، كما قال عمر بن الخطاب لما التقى مع حنظلة كيف أصبحت يا حنظلة، ماذا كان جوابه؟ كان جوابه نافق حنظلة نافق حنظلة، يعني ينظر إلى البعد، لماذا هذا يقول هذا الكلام نافق حنظلة؟ لأنه في هذه اللحظة رضي الله تعالى عنه وارضاه وازن بين ما هو عليه وحياته التي هو عليها وبين ما هو مطلوب وعايش مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه وما ذاك؟ قال إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار. هو قال نافق حنظلة نافق حنظلة، لماذا؟ قال إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العيش. إذن فكانت حياتهم مع النبي هو العيش والتفكر في الآخرة والاهتمام بها، ونحن عدنا الآن وش هو تفكرنا كيف نعيش في هذه الحياة ونتمتع وغير ذلك. إذن هذا الأمر حقيقة هو السر الذي دفع بالناس بهذه الصورة أن يبتعدوا كما نقول إحنا بعدا كليا عن الهدي النبوي وعن الحياة التي يجب أن يعيشونها وهي الحياة الإيمانية والعيش مع الله والتفكر في الآخرة والاهتمام بها والسعي بما كل في وسعه. فإذا أول شيء فقدوه هو هذا العلم، لأن كما قال الحسن البصري رضي الله تعالى وارضاه رحمه الله قال من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فبالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم، والله تبارك وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا الطريق الوحيد التي تعيدنا إلى الاهتمام بالآخرة والاستعداد لها هو العيش بالمنهج الذي كان يعيش به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجدهم عندهم الهم الواحد أي الأعمال أحب إلى الله، أي الأعمال أفضل، متى الساعة، ما أعددت لها؟ قال سل يا ربيعة، قال ما أسألك مرافقتك في الجنة، كان هذا همهم الوحيد لما رأوا أن الحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية وأن ما في الدنيا من رزق هو آت ولن يستطيع أن يصرفه عنه أحد، إذن كان همهم الآخرة. ولهذا لما ننظر من هذه النظرة النبوية لما ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنظرة صحيحة سليمة عندما قال ويتكلم عن هذه الدنيا وأسباب العيش فيها يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماسا وتروح بطانا، يعني فيه في هذا النص معنى عظيم، يعني كثير من الناس لا ينظرون إلى حقيقة هذا الحديث
لأن قال الرسول إذا كان قضية أسباب قال تغدو وتروح، إذن فأنت كذلك تستعمل الأسباب. السر قال رزقكم كما يرزق الطير تغدو وتروح، معناتها السر العظيم في هذا الحديث هو أن الطير لا تحمل هم الرزق. يعني إذا جنح الليل وعاد العصفور مع زوجه والطائر مع زوجه إلى وكره لا نجدهم يتفكرون ولا يتدارسون ولا يتباحثون فيما بينهم عن قضية ماذا؟ كيف قضية الرزق من الغد؟ فيأتي فينام مباشرة بدون أن يحمل هما. فالآن اليوم نحن الآن لما خرجنا عن هذه الحقيقة وهي معرفة الله تبارك وتعالى كما قال كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وارضاه بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني يا ربيع أعطيك، فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب وكان يخدمه صلى الله عليه وآله وسلم ليلا ونهارا كما ذكر عن نفسه فيجلس بعد صلاة العشاء عند عتبة النبي لعله يحتاجه حتى ينام أو يمل فلا يجد محاجر النبي فينصرف، فرآه النبي بهذاك الحرص قال له سلني أعطيك، فقال ربيعة أمهلني أنظر في أمرك رضي الله تعالى عنه وارضاه. فرجع إلى البيت وفكر مليا، قال بعدما نظر إلى هذه الحياة بمنظار نبوي بمنظار شرعي سليم، قال الدنيا نظرت وتدبرت وفكرت فوجدت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. وهذه العبارة العظيمة هي التي أخذت بمجامعي عندما قرأت هذا الحديث، وهو قوله سيكفيني ويأتيني، ما قال أن لي رزقا سيأتيني، قد يأتي ولا يكفي، لكن هو بدأ بالكفاية وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني، يعني الرضا بما قدر الله له من رزق رضا تاما ورأى الكفاية فيه. وهذا الذي لم نصل إليه ولن نصل إليه، وهو الذي وصل إليه الطير كما قال تغدو وتروح ولا تحمل هما، فهو كان كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن ما دام هكذا قال سأسأل من أمر أخرايا أولى من أمري أن أسأل أمر دنياي. فلما وصل بين يدي رسول الله قال له يا ربيعة يعني ما مش عارسيت العبارة التي قالها لربيعة رضي الله تعالى عنه كيف فعلت في أمرك أو في هذا المعنى؟ فقال يا رسول الله أسأل مرافقتك في الجنة. فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هذا النزق في هذا السؤال قال له عليه الصلاة والسلام من أمرك بهذا؟ يعني هذا أمر عظيم جدا، يعني مع الفاقة التي كانوا عليها والفقر الذي كانوا عليه كان أولى الناس أن يسأل مثل هذا، لأن هذه الأمور تؤثر في النفس. وهذا ظهر جليا في غزوة حنين لما خص الرسول ناسا بالعطاء دون ناس، فقال ذاك الرجل يا معدل يا محمد إنها قسمة ما أريد بوجه الله، وقال بعض الصحابة الآخرين كذلك من الأنصار ما هذه قسمة بهوان، وغضب من غضب من الأنصار لما رأوا أنه أعطى للناس ولم يعطهم. فثمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت مثل هذه البشرية موجودة حتى في الصحابة، وقل من يهتم بالآخرة ويتأثر بهذا العطاء بالمنع منه وغير ذلك، حصل ما حصل. لكن ربيعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ممن نظر إلى هذه الحياة بمنظار سليم واضح، ولن
فلم يتعب ولم ينصب. فقال: يا رسول الله، ما أمرني أحد، وإنما نظرت فوجدت أن الدنيا منقطعة زائلة، وأن لي فيها رزقا سيأتيني، وأنت بالمكانة من الله ما من مكان أسألك. فقال: ففكر النبي صلى الله عليه وسلم مليا، ثم قاله: سأفعل، أعني على نفسك بكثرة السجود. فلما كانت هذه النظرة هي النظرة الشرعية، كان منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الاهتمام بآخرتهم والسعي بكل ما في وسعهم للوصول إلى السعادة الأبدية، فلا تفكير لهم إلا في ذلك. حتى أن الله تبارك وتعالى لما أعطاهم ما أعطاهم من زهرة الحياة الدنيا، سبحان الله، أنزلوا الآيات التي أنزلها الله في الكفار على أنفسهم، وحكموا على أنفسهم، مع أن هذا العطاء إنما حصلوا عليه لما خرجوا ماذا؟ للجهاد والقتال، لا للجري وراء الدنيا، وإنما هذا أن أنزلوا في على أنفسهم قول تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. ويقول البعض لبعض: أما مصعب بن عبير فقد أفضى إلى ما قدم بين يدي ربه، ولم يهدب من هذه زهرة الحياة الدنيا، لم يأخذ منها شيئا، وها نحن نهدب هذا حتى لم نجد من نضع المال، وضعناه ماذا؟ في التراب وفي البناء. يعني انظر هذاك الاهتمام، مع أن هذا المال الذي حصلوا عليه هو بسبب الجهاد والغزوات التي فعلوها، لا بسبب الاهتمام والجري وراء الدنيا ليلا ونهارا وسعيا وهذا. وتجدهم عندهم اللوم على أنفسهم، يعني دوما لما أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخبره، جاءه أبو موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه وطرق عليه، استأذن ثلاثا فلم يجبه فانصرف، فلما لحق به قالوا: إما أن تأتيني بشاهد آخر ولا أوجعتك ضربا بالذرة. فلما ذهب وجاءه بالشاهد وشهدوا بين يديه، قال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه: مع أنه كان يعني يتناول في الحضور للحلقات إلى النبي مع رجل من الأنصار، ويوم لآخر يوم، يعني لما رأوا من حاجتهم إلى الاطلاع على حياة النبي العلمية، قال: لقد ألهانا السفق ماذا في الأسواق. مع ذلك التناوب يرى أنه هذا الاشتغال بما هم في حاجة إليه للقوت والمعاش ألهاهم عن ضياع مثل هذا العلم. فلما عرفوا قيمة هذا الشرع وحاجتهم إليه، كانوا أشد حرصا على الحفاظ عليه والعيش به. حتى قال حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رأى السعادة فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقر والحاجة إلى أبعد ما يكون، وأنتم تعلمون ما وقع له في غزوة الخندق لما كانوا كطلب النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه بخبر القوم، وكانت في حالة من الجوع الشديد والبرد الشديد، أن كل منهم يحفر حفرة ويجلس فيها ولا يتحرك حتى لا ينال منه البرد، حتى لا ينال منه البرد. فإذا به بعد ذلك من يأتيني بخبر قوم ولا أحد، قام فقال: يا حذيفة. فقام حذيفة رضي الله تعالى عنه، هذا هو الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الفقر وهذا الاحتياج، يقول: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، حرص شديد على العيش بهذا الشرع، نسأل الله أن يرزقنا هذا الهدي الذي كانوا عليه، حرص شديد على العيش بهذا الدين، وأخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من حياة إيمانية بمجامعهم، ورأوا السعادة بها. هل بعد هذا الشر أو بعد هذا الخير من شر؟ كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يعني تخوف من ضياع ذاك الخير الذي هم يعيشون فيه من حياة إيمانية وقرب من الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم. إذن وجدوا هذا الأمر وصل بهم هذه المواصل، نسأل الله أن يصلح حالنا. فكانوا حريصين على ضياع مثل هذا الخير الذي فيه. لكن نحن اليوم لما أصبح همنا الدنيا
والتمتع فيها وما الراحة والاستجمام فيها، هذه هي أعد لنا من أعد لنا ممن علم من حالنا ما علم منتزهات ومهاجع الواحد فيها يخرج مع أهله فيصرف في الليلة الواحدة الكراء 1,800,000 أو 2,000,000 يصرفهم ويجلس 10 أيام و15 يوم من أجل أن يستريح وإذا الله حتى ثمت. فالموازين تغيرت، نسأل الله أن يلطف بنا وأن يصلح حالنا وأن يردنا ردا جميلا إلى العيش بهذا الشرع الذي عاش به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وضاقوا به السعادة مع الفقر والاحتياج كما نقول دائما وأبدا. لو كانت السعادة في المال لكان أولى الناس بها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما جعل الله تبارك والسعادة بهذا الدين والقيام عليه والعيش به. إذن هذا الوضع الذي نعيشه وهذا حال المسلمين هو ما وصل بهم إلى هذه الثورات وهذه الأشياء. ما هو السبب؟ والبحث عن التمتع بالدنيا، هذا هو، ما فيش غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر جور الحكام وحال الحكام قال عليه الصلاة والسلام: سترون ماذا؟ أثرة، يعني سيستأثرون بأشياء، ثم ماذا؟ أشياء بأثرة وأشياء تنكرونها. فالغالب على الناس اليوم هو دفعهم إلى هذه الحياة وهذا القتال وهذا التطاحن والحالة التي وصل عليه هي تلك الأثرة، وأرادوا أن يعيشوا مثل ما عاشوا ولم يدركوا أن أولئك عاشوا بما قدر الله لهم وهم في حالة من العيش ذاك الذي قدره الله لهم، لكن لما نظروا بمنظار غير شرعي وتوصلوا أن أولئك أخذوا حقهم ولم يعطوهم إياه ونسوا القضاء الكوني، لأن كما قلناها من قبل القضاء كان القضاء الشرعي وكان القضاء الشيء الكوني، فهذاك الظالم من حيث كونه ظالم هو ظالم شرعا. لكن لما ننظر إلى أنفسنا وقد استأثر بما استأثره فننظر إلى أنفسنا بمنظار سليم فنعلم أن ما كتبه الله لنا والله لن ينزعه منا أحد ولو تجتمع الإنس والجان، حتى الحاكم لو يأتي بجنده ورجله وخيله وكل لينزع الرزق الذي كتبه الله لنا والله لن يستطيع إلا ذلك سبيلا. لكن لما كانت النظرة هذه غير سليمة، كانت الطلب إلى العيش مثل ما يعيشون، دفعهم ذلك إلى هذه الحال التي وصلوا إليها من سفك الدماء والأموات وتهديم الديار إلى غير ذلك. لا، يبحثون عن الحياة الدنيا والأثر التي سأثر بها الحكام ويريدون أن يعيشون، ومستحيل أن يصلوا إلى مبتغاهم، يعني هذا الذي يبحثون عنه هم، إلا السعادة إلا إذا عادوا إلى هذا الشرع ورضوا بما قسم الله لهم من عطاء، لأن هذا هو الحق الذي به يسعد الإنسان لما يعلم أن الرزق الذي كتبه الله عز وجل هو آتيه وكافيه، فيستعمل الأسباب التي يستعملها ويهتم بما هو أولى من ذلك هو أمر آخرته. ولهذا المولى عز وجل بيّن حال من اختاروا تلك الطريقة، وكيف ذلك؟ يعني لا يختار تلك الطريق إلا إذا تنصل من الشرع، وهذا التنصل أمر مال نسبي، وبمقدار ما يتخلى عن مبادئه الشرعية بمقدار ما يحصل له من مرض وداء في هذه الحياة. ولهذا قال تعالى مبينا مكانة العيش بهذا الدين والسعادة به والحصان به، قال تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني أعطاه ماذا؟ هذا الدين، العلم الشرعي،
سواء كانت الآيات الكونية ولا الآيات المتلوة. والعبرة ماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ هي الآيات المتلوة والآيات الكونية. قال فانسلخ منها، والآيات الكونية لا يستطيع أن ينسلخ منها، وإنما لا يفكر فيها، وإنما ينسلخ من الآيات المتلوة وأوامر الله. قال فانسلخ منها، يعني كأنه ما أراد العيش بما جاء به، جاءه من عند الله عز وجل. فكانت الهلكة بعد ذلك، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي، وأخلد إلى الأرض بعدها واتبع هواه. إذن هذه هي الحياة التي نحن الآن ندب ونسير إليها، وهو الانسلاخ الجزئي عن الشرع الذي جاء به محمد وعن الحياة التي يريده الله منها. فكل من سلخنا حصل استحواذ الشيطان علينا من جهة نسبيا، وحصل إخلادنا إلى الأرض نسبيا، واتباعنا للهوى نسبيا. إذن هذه هي قضية المسلمين اليوم، وقضية حالنا وحال الأمة جميعا، بمقدار ما نهتم بأمر الدنيا ونريد أن نعيش لها وأن نعيش بها ونعطيها أكثر مما تستحق، ونرى أن بسعينا وراءها وبذل الوسع الحصول عليها نحصل على المبتغى، والله هذا خطأ. لأن الله قال في محكم تنزيله فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. والآية الأخرى ماذا؟ أبواب كل شيء، يعني بعدها لما يبتعدوا عن الكتاب يعطيهم ربي يعطيهم ويفتح عليهم. وهذا ليس من باب العطاء اللي هو يقرب من الله، وإنما هو من باب الاستدراج، كما قال تعالى ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لأن الله تبارك وتعالى بيّن ذلك في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّنه أن الله يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين والإيمان إلا لمن يحب. إذن فلما كانت هذه الدنيا بهذه الصورة، كثير من الناس يظن أن هذا العطاء من الدنيا هو من من الله عليه، وإنما هو ابتلاء، وإنما هو ابتلاء في حد ذاته أو استدراج كما قلنا من قبل. فلما ضاعت هذه الرؤية الشرعية أصبح الناس إذا أعطوا الدنيا مالا رضوا وفرحوا بها، وإذا لم يعطوا من ذلك الدنيا سخطوا واشمأزت قلوبهم وبكوا إلى أبعد ما يكون. إذن فهذا النظرة الخاطئة، وإنما يعطي الله هذا الإيمان من أحب. فكما قلتها من قبل ما رأيت أحدا يعني في يوم ما جاءني وهو يبين سعادته بهذا المنهج النبوي وبهذا الهدي النبوي وهذه المعرفة بالسنة والعيش بها، ويشكر الله عليها بما هو أهله، فيرى لله عليه نعمة كما قال من قال وذكر القرآن ذلك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. فهم يحمدون هذا الله عز وجل على ما آتاهم، بل حتى في أبواب في أوقات الشدة يرون أن ما هم فيه هو من الابتلاء الذي رضوه. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن هذه الحياة يعيشوها، وتلك الحياة الفؤاد رأوها، هي التي جعلتهم يسعدون في الدنيا قبل الآخرة، ويعيشوا في حالة اطمئنان في الدنيا قبل الآخرة. إذن هذا الواقع اللي نشوفه نحن اليوم هو البعد عن العيش بالشرع، والانسلاخ من الشرع تدريجي جيل بعد جيل بعد جيل، حتى وصلنا إلى هذه. وأكبر يعني مصيبة التي حلت بالأمة
هو بعد من هم على المنهج السلفي الحق عن دعوة الناس لهذا الحق وهذا المنهج السليم، واشتغلوا بالقيل والقال والنيل من بعضهم بعض والكلام في بعضهم بعض، يشتغلوا به عن دعوة الناس وتعليمهم بما يجب أن يعرفوه أمور شرعية. هذا أمر يعني مر يعني وصلنا إليه، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يعني يدفعنا هذا إلى التشاؤم ولا إلى ما نقول إحنا التوقف عن القيام بواجبنا وهو الدعوة إلى هذا المنهج الحق وتبيين للناس ما يجب عليهم من حيث ما يجدون به سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو العودة إلى هذا النهج النبوي وهذا الهدي النبوي السليم الذي به السعادة في الدنيا والآخرة. هذه يعني تقريبا بإيجاز الواقع الذي نعيشه اليوم وتعيشه الأمة الإسلامية، هو البعد عن الشرع، البعد عن المنهج النبوي الذي به سعادتهم في الدنيا والآخرة، فأصبحت السعادة بغير ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو كان السؤال كي جلسنا لعيطنا بعد المغرب للعشاء، كي جلسنا كان هو بدأ طرح السؤال، قلت له القضية، قال لي كيفاش الوضع الآن، وقلت له كيفاش الوضع كذا، قلت له فالقضية كل في الأئمة في توجيههم للناس لم يسلكوا المنهج النبوي، وهذه مشكلة بالقضية الصحيحة. وهذا علاه لأن تقريبا الآن أصبحت العلوم التي تلقيناها هي كما أقول دائما ودن وصارت اجتهادات العلماء وليست منهج النبوي. هي أصارت اجتهادات العلماء وليس المنهج النبوي، ولهذا كل ما يألف تأليف في موطن هو يحط فهمه هو واجتهاداته هو بحسب الواقع اللي يعيشه هو ثم في المرض اللي هو فيه. فهذا يخلي الآن شغل الإنسان بعد كلي عن المنهج النبوي، ولهذا العلاج هو قلت له أنا لما تبحث العلاج كنت أشرت إليه، قلت له أنا في هذا الأمر هذا، وهذا كنت أشرت معكم في كم مرة، قلت له سبحان الله هذا العلاج اللي نحن نحوس عليه الآن، الرسول ذكره في حديث معاذ بن جبل لما أرسله لليمن، بين العنصر الأساسي هو معرفة الله عز وجل، والواقع أنت الحكام في آخر الحديث إياك ودعوة المظلوم، يعني أمر الناس الذين هم ظلموا أن يلجأوا إلى الله عز وجل ليزيل عنهم فساد، لا يردوه بأيديهم. هذه الرؤية اللي هي شرعية لعليها المعول تقريبا غابت الآن، لأن أصبحت ما هي إلا كلام أهل العلم معاصرين اليوم تقريبا كلهم، ولا الجهاد ولا كذا، يعني أعطوا الأمور الشرعية غير رؤيتها شرعية صحيحة. ولهذا الآن رؤية الناس اليوم لهذا الوضع تقريبا على شكل وانا أقول له الآن رأنا الآن الناس يجتهدوا هم بس يرجعوا الناس اجتهاداتهم، هم شايفين أن هذا العلاج للواقع اليوم موجود في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة هو اللي عليه الأصل. وسبحان الله العشية قبل أول أمس بالخميس ضروني مجموعة الطلبة قريتهم أنا في سنة رابعة تخرجوا الآن راهم ماستر مع الطاهر، قريتهم قروا عندي 3 سنوات تأثروا بمنهجي أنا، كي جاءوا زاروني وبدوا يتكلموني على هذا الواقع ويتكلم معهم شغل ما وجدتش إشكالية معهم. لماذا؟ لأن القاعدة صحيحة، وسبحان الله يقولوا لي باتفاق، وأنا ما عنديش خبر، باتفاق الأساتذة عندهم كي يجيبوا لهم العقيدة أقول لهم شيخ العيد، وقولوا سبحان الله. وهذا المنهج اللي رانا عليه ونعيطوا للناس العودة إليه تقريبا هو الذي يجب الآن حتى نجد كل علاج لهذه الأمة، لا نجد في غير ذلك في غير المنهج النبوي مستحيل. ولهذا اليوم الناس رامي يتخبطوا عليه لأنهم حابين العلاج على حسب الواقع، وهذا اللي قلناه في البداية إذا كنت تذكروا في بيت الفتنة كنا تأثر الدعاء بالواقع، الناس مشوا لازم نمشيوا، علاش؟ نظرتهم للناس مش نظرتهم للمنهج النبوي وما يتطلب منه المنهج، نظرتهم كذلك لو نسكت سيصفوننا بأننا ما سيرنا ما سرنا معه، وهذه هي الرؤية الفاسدة في هذا الوضع. هذه هي الرؤية الفاسدة،
لازم في مواطن لازم السكوت، لازم نسكت حتى تطمئن الامور. طب هذا ولا نوجه من البدايه ان هذا الامر او هاو 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 وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين النبي ان في حكام ظلام، هم يظنون كيقولوا بعدم الخروج اننا مع الحكام نقر. ايه وهذا على هذا الاساس نقول انا سلفي كي يتكلم في هذه المواضع. كم مره نقول لكم عندما يتكلم السلفي لازم كما نقول احنا ما يروحش لا افراط ولا تفريط. سبحان الله قالوا لي كي تكلمت انا على الواقع والاصلاح والخروج والنظره النبويه، قال لي سبحان الله عبد الملك جاء دار محاضره هكذا، النهار اللي جاء دارها عند الاخر مره الاخرى حضرت انت ولا ما حضرتش؟ عن طه حضرت انت؟ اي حضرت. قال لي سبحان الله تناول قيد الخروج، قال لي لكن مش كما كيفيتك انت، قال لي انت سبحان الله تناولتها بصوره اخرى كليا. علاش انا كي حاولت ناولها هذا العالم مع الطلبه ذكرتكم هذوك ست نقاط اللي لازم تناول قبل تناولها، قلت لهم هذه الامور هذه الاساسيه لازم الناس شغل تعطيهم رؤيه شرعيه حتى يعلموا ان الموقف الذي تقفه انت ماهوش رضا، لازم يتبين ان فيه اثاره، فيه ظلم من الحكام، فيه كذا، هذا لازم تبينوه. ستعرفون وتنكرون، لازم يكون تعرفون وتنكرون، فهمت؟ ولا هما الان عندما يشوفوا منا مثل هذا الكلام هذا واش يحصل؟ يحصل منهم كما قلت نقول لهم انا في ايام زمان كنا في باب الواد، كنت احضر يا اخي فتح الاسلام، كنت مع الجماعه هذوك اللي خطر الجبهه ونتاع الخوارج تاع التكفير، نقول لهم ايه في كتاب الله، نبدا لهم هذا الشيء ايه في كتاب الله، من لم يؤمن منها كافر كفر، ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم كافرون. هو صح الذي لا يؤمن بها ان ايه في كتاب الله يكفر حق، فالكلام صحيح حق ومن لم يؤمن كافر. لكن انا بعد نرجع الى تحديد هذا، قلت لهم القضيه ما ايش في هذه الايه في انزال الحكم العام على الاعيان، هي تحقيق المناط. الان احنا نتكلم على صدر تحقيق المناط، هل هذا تحق في هذه الايه فلان او لا تحق؟ فالايمان بها واجب، ونقول كم من لم يحكم ما انزل الله فهو كافر كحكم عام، لكن هل يتحقق في هذا او لا يتحقق في هذا؟ هنا المساله ونراها شو ما هما ذاك الموقف الشرعي الصحيح يخليهم يتهدؤوا من جهتك شويه، وممكن يكون بينك وبينهم كما نقولوا احنا خيط للخطاب، يعني بينك وبينهم شيء مشترك كما قال المولى عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ الدعوه في مكه، قال اتبع مله ابراهيم حنيفا. هم يدعوا مله ابراهيم، قالوا اتبع مله ابراهيم. قال بالنسبه للانبياء السابقين فبهداه مقتده، يعني لازم ننطلق مع المخالف ونبحث عن شيء مشترك بينه وبينه. هذاك الشيء المشترك يخليني نلزم بعد ذلك بهذه الاشياء هذه. هما عندما يسمعوا من هذا الامر هذا نقولوا في حكام ظلمه، لكن الان نبحث عنها ما نتكلموا على ظلمهم، انا متعارفين عليه انهم ظلمه. فهذه الاشكاليه دائما في الخطاب مع الناس هذه في تحاورهم، هو لازم انت تاخذ بايديهم نحو يعني معرفه الحق. هذا صارت تضرب القنبله اللي داروها في قصر الحكومه اللي قصروه في العاصمه جراند بوست يسموها هذيك ايام الارهاب. يا اخي داروا بومبا تما مش فيش هنا، داروا بومبا في هذاك وين كان اسمه هذاك نتاع التياتر تاعهم هذاك ابن خلدون، شفت ابن خلدون ولا قاعد ابن خلدون لا جراند بوست فوقها شويه يا اخي كان واحد شيء تاع الحكومه كان ما طلعت على ريديزلي ها كي تطلع طلع ريديزلي بعد ما تطلع قبل التينال تطلع على اليسار وتطلع تطلع حتى نصيب واحد العماره كانت فيها الحكم ثم كان فيها بكري الحزب نتاع لفلان. وبعد ما تبع الحكومه داروا فيها بومبا بعد عيطوا لي انا نادوني في واحد من الطلبه كان عندي قال لي الشيخ لو كان تقول كلمه في التلفزيون قلت له ما اقول كلمه صح ايه نقول انا وش نقول؟ اما ان تاتي بي انا لا عشان كي يحكم بحكم شرعي صحيح ويحط كل ما لا لان هذاك الناس الان اللي راك تتكلم عليهم انت الناس اللي راك تتكلم عليهم انت هما ناس كيما نقولوا احنا مظلومين فيهم نوع من الاعتداء والظلم عليهم اذا لازم انت الان تاخذ بايديهم مش حتى تمشيهم نحو تعرفهم بالحق اللي هو لازم حق تقول كاين ظلم من جهه وكاين ظلم من جهه هذا تعدي وهذا تعدي كما قال الصحابي في غزوه احد اللهم أعتذر لك مما فعل هؤلاء وأبرأ مما فعل هؤلاء يعني هذا الحكم الشرعي الصحيح الموقف الشرعي الصحيح قلت لك هذا هو الحكم الشرعي الصحيح الذي يجب وهذا الموقف الذي يجب أن يقف فقلت لك هذه الأمور لما الإنسان يضبطهاش تفسد الموازين كلها
إذا لم يضبطها في خطاب مع الآخرين تفسد. ولهذا قالوا لي واحد خطبة لما أنا عندي مصداقية مع الناس أنا ليش مستعد أن يروح الجهة هذا ما خبروش يتحملوه خبروش يتحملوه قلت أنا ليش كغيري من الناس لا كلمتي عندي مصداقية مع الناس ما لا يجب علي أن لا أتكلم هكذا. هذه هم اللي هم مشرطينها مستعدين لها حقها وهذا اللي يخلي الأمور ما تمشيش في ميزانها الشرعي الصحيح. حياكم الله مرحبا يا شيخ. حياكم بارك الله فيك شيخ. مرحبا بكم جزاكم الله خير.